بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا في الصف الثالث الثانوي. أنا من سوس عزت لشرح تفسير قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله شباب مستمعين مع كتاب المعاصر، إن شاء الله النهاردة هنبدأ معاك يونت 2 الوحدة الثانية هير ستوري قصتها. وفي الوحدة دي بيجيب مجموعة من النماذج النسائية التي قدمت إسهامات عظيمة في مجالات متعددة. على بركة الله إن شاء الله النهاردة شباب هنبدأ مفردات الدرس الأول والثاني من الوحدة رقم 2 اكسسوارز فوكابلري، كل التدريبات الجاية عليها إن شاء الله من كتاب المعاصر. كي فوكابلري المفردات المفتاحية دي البداية بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. She wasn't chosen for the vacant position. لم يتم اختيارها للوظيفة الشاغرة الفاضية يعني عند company في الشركة. As she wasn't، لأنها لم تكن إيه enough بطريقة كافية. Awarded بمعنى كفاءة بطريقة رسمية. Inquired بمعنى استفسرة. Qualified معد ومؤهل. وacquired بمعنى اكتسب. She wasn't qualified، لم تكن معدة أو مؤهلة بطريقة كافية. No one can deny the deep، لا أحد يمكنه أن ينكر إيه اللي عميق. Of social media، لوسائل الإعلام. On young people، على الشباب. يا ترى equality المساواة، ولا prejudice التحامل والتحيز، ولا determination العزيمة والإصرار، ولا influence التأثير. Influence التأثير إجابتنا في 2. Your mental abilities، قدراتك العقلية. فرق بعدها the level، مستوى of education، التعليم. You can reach، الذي يمكنك أن تحققه. Stereotypes بمعنى يضع في نمط معين أو فكرة نمطية معينة، أو تكون لديه فكرة نمطية معينة. Determines بمعنى يحدد. Qualifies يعد ويؤهل. Prejudices بمعنى يتحامل أو يتحاز ضده. القدرات العقلية بتاعتك determines هي اللي بتحدد مستوى التعليم اللي انت ممكن توصل. The financial، كلمة financial معناها مالي، حاجة لها علاقة بالفلوس يعني. He has got from his university، اللي حصل عليها من الجامعة. For his research، على البحث العلمي بتاعه. Give him a spiritual push، اداله دفعة معنوية، حاجة نفسية يعني. يا ترى award مكافأة رسمية، ولا contribution بمعنى إسهام، والإسهام هنا مقصود بالعطية المالية، ادوله ايه؟ فلوس، مكافأة. attitude بمعنى اتجاه أو ميلة أو نزعة ناحية شيء معين، يعني مثلا أقول لك أنا عندي اتيتيود إن الست تقعد في البيت، مش أنا تحديدا يعني، هذا المقصود بها كده يعني. confidence بمعنى ثقة. خلنا contribution إسهام. إجابة في 4. بيقول في الجملة اللي بعدها أينشتاين was a great، أينشتاين كان إيه عظيم؟ جونيور اللي هم الناشئين في رياضة معينة، ولا مثلا يعني، ولا فيزيست فيزيائي، ولا فارماسيست صيدلي، ولا ليكتشر محاضر. أينشتاين كان فيزيائي معروف يا شباب، وله إسهاماته العظيمة في مجال علم الفيزياء. نقول الجملة اللي بعدها، جملة رقم 6، حركنا الشاشة بسرعة شوية. try to حاول انك انت. your fear، خوفك of beginnings، من البدايات. but you need to make good plans first، انت بحاجة الى ان تضع خطط جيدة اولا. طيب يا ترى ايه بقى؟ specialize يتخصص، ولا spark اللي معناها ينشأ. award يكافئ بطريقة رسمية. overcome يتغلب على او يتخطى، ودي اجابة. حاول انك انت تتخطى او تتغلب على مخاوفك. social justice العدالة الاجتماعية، means معناها ايه؟ among all citizens، ما بين كل المواطنين. in rights في الحقوق. and duties والواجبات. determination عزيمة واصرار. prejudice تحامل وتحيز. equality المساواة. influence تأثير. means equality المساواة. Egypt مصر. فرق بعدها as the safest tourist destination in the world، اللي معناها مصر كأمن جهة أو مقصد سياحي في العالم. يا ترى ranks بمعنى يتم تصنيفها وترتيبها. determines بمعنى يكون عازم أو مصر على. qualifies يعد ويؤهل. prejudice يتحمل. Egypt ranks، Egypt بيتم تصنيفها as the safest tourist destination in the world، كأمن مقصد سياحي في العالم. The performance of our team improved in the second، الأداء بتاع الفريق بتاعنا اتحسن في ايه الثاني. equality مساواة. stereotype نموذج نمطي وفكرة نمطية. round بمعنى جولة، وفي male بمعنى أنثى. the second round في الجولة الأولى، طيب في الجولة الثانية طبعا دي بطولة، فعبارة عن جولات. بروفيسور مجدي يعقوب، السير مجدي يعقوب أستاذ جامعة. the best، هو أفضل. ايه فرق بعدها؟ for young generations، للأجيال الجديدة. inequality عدم المساواة. scholarship منحة دراسية. junior اللي هم الناشئين قلناها من شوية. role model بمعنى نموذج يحتذى به أو مثل أعلى، ودي الإجابة. دكتور زويل made great، السيد زويل، دكتور زويل الله يرحمه.
قام بإيه عظيم to the field of chemistry لحقل الكيمياء أو مجال الكيمياء awards مكافآت رسمية contributions إسهامات altitudes اللي هي المرتفعات confidences اللي هي الثقة contributions إسهامات الدكتور زويل الله يرحمه طبعا لا أحد يستطيع أن ينكرها. He works as a ويعمل كإيبة in Arabic literature في الأدب العربي at Aswan University في جامعة أسوان. Junior اللي هم الناشئين physicist فيزيائي pharmacist صيدلي lecturer محاضر ودي إجابتنا. The club intends to renew the tennis. النادي ينوي تجديد إيه له العلاقة بالتنس next to the swimming pool اللي هو بجانب حمام السباحة. Competition منافسة obstacle عائق كورت بمعنى ملعب ودي تيجي مع التنس زي ده مثلا تنس كورت بمعنى ملعب تنس وتورنمنت بمعنى بطولة أو دورة مجمعة. نتحرك مع الشاشة عشان نخلي الجمل اللي في الصفحة دي بقى ظاهرة أوضح. رودينا شوز ماتش رودينا بتبدي إيه الكثير من إيه تو ليرنينج لتعلم فور لانجويجز اللغات الأجنبية. ديترمينيشن عزيمة أو إصرار بريجيدس تحامل أو تحيز إيكواليتي مساواة وإنفلونس تأثير عندها ديترمينيشن عالي جدا للتعليم أو لتعلم لغات أجنبية. Our coach nervousness العصبية والتوتر دايما اللي فيه المدرب بتاعنا فراغ بعدها the referee الحكم against our team ضد الفريق. Ranked صنفة determined عزم على qualified أعد وأهل prejudiced تحامل أو تسبب في التحامل والتحيز يعني العصبية والتوتر بتاع المدرب خلى الحكم متحامل ومتحيز ضد الفريق. In the past في الماضي most women معظم النساء where كانوا ايه as housewives كسيدات بيت. Assumed افترضا stereotype بمعنى وضع نموذج نمطي او فكرة نمطية عن شيء معين يعني في الماضي الناس كانت حاطة الستات في فكرة نمطية ايه ربات بيوت غير كده لا. Extracted اقتبس و defied بمعنى تحدى خدنا الاجابة stereotyped وكانت اجابة صحيحة في الجملة 16. نحرك الشاشة علشان نروح للجملة اللي بعدها. It's the job of a إنها وظيفة مين to prepare medicines عشان يجهز الأدوية. Junior الناشئين physicist الفيزيائي pharmacist الصيدلي lecturer المحاضر pharmacist الصيدلي لأن هو المتخصص في هذه الأشياء. فيفا World Cup كأس الفيفا اللي هو مقصود بكأس العالم طبعا is our aim that needs special preparations هو إيه بقى بحاجة إلى استعدادات من نوع خاص. Attitude اتجاه obstacle عائق court اللي هي المحكمة وتنفع أرضية ملعب التنس وتورنمنت بمعنى بطولة مجمعة أو دورة مجمعة وبتبقى لها معنى محدد. كأس العالم بيتلعب لمدة شهر كل 4 سنين أعتقد يعني ماليش قوي في الكورة أنا بس أعتقد إن هو كده إنه بطولة يتم تنظيمها كل 4 سنين وبتبقى طبعا كل مرة في بلد غير الآخر يعني ده برضو حسب معلوماتي البسيطة. فهي عبارة عن بطولة مجمعة لها مدة محددة بطولة كأس العالم بتقعد لها شهر أعتقد يعني بتبقى لمدة شهر. هذه المقصود بكلمة تورنمنت شباب ودي مختلفة عن الليج الليج اللي هو الدوري زي ما بيقعد سنة مثلا كاملة عندنا في مصر برضو ما عنديش معلومات كفاية عنه. المهم يعني إن في فرق ما بين الليج والتورنمنت. He expected توقع انه يكون ايه بقى the first prize الجائزه الاولى but unlucky ولكن سوء الحظ ده did not happen للاسف ده ما حصل. specialized بمعنى تخصصها فيه sparked احنا قلنا نشأ وعندي awarded بمعنى منحة او كفئة بطريقة رسمية overcome تغلب على. he expected to be awarded كان بيتوقع انه يتم بيقولوا عليه يمنح جائزة او يكرم بالجائزة الاولى لكنه للاسف ما حصلش. there is no cultural كلمة cultural معناها ثقافي فراغ against ضد women النساء in our society في مجتمعنا. يبقى prejudice تحامل وتحيز determination عزيمة إصرار equality مساواة influence تأثير. مفيش cultural prejudice مفيش تحامل أو تحيز ضد المرأة في المجتمع بتاعنا طبعا ثقافي. we hope our national team نتمنى أن الفريق القومي بتاعنا will سوف فراغ بعدها to the World Cup Finals in 2026 لنهاية كأس العالم في العام 2026. يا ترى رانك بمعنى يتم تصنيفه لديترمن يكون عزيمه واصرار كواليفاي يعد ويؤهل وبريجيدس يتحمل كواليفاي نتمنى ان الفريق يتاهل. Some people think that a successful sportswoman بعض الناس بيعتقد ان الرياضيه الناجحه طبعا بيتكلم عن الستات هو does not fit ده فراغ بعدها of an ideal mother لا تلائم او تناسب الام ايه اللي هي بيقولوا عليه النموذجيه. طيب المهم
ايكواليتي مساواه، ستيريوتايب فكره نمطيه او نموذج نمطي، راوند جوله وفيميل انثى. ستيريوتايب نقول الجمله على بعضها. Some people think that a successful sports man, sports woman doesn't fit that. بيقول ان بعض الناس بيعتقدوا ان الرياضيه الناجحه الست يعني الناجحه في مجال الرياضه لا تناسب النموذج النمطي للام النموذجيه او الام المثاليه. يعني ايه؟ يعني هم من وجهه نظرهم ان الرياضيه ما ينفعش تكون ام، اعتقد يعني يمكن هو ده مللهم يعني من الجمله. مجموعه جديده من المفردات بس واخد عنوان جديد important vocabulary، مفردات اقوى شويه من اللي عدت. نجيب محفوظ was an، نجيب محفوظ كان ايه؟ طبعا خلاص كده ان حكمتك في اللي جاي انه يبدا بحرف متحرك، كل اللي جايين بادئين بحرف متحرك. طب المهم رايتر بمعنى كاتب، من young authors العديد من الكتاب او المؤلفين الشباب، were affected by his style تاثروا بايه؟ اسلوبه. طبعا مكتوب بالعربي مش محتاجين نعلق عليه يعني، لا دي متجابه منين؟ متشاف يعني. infertile معناها غير خصب، اللي يقولوا عليها بيقولوا عليها عقيم، اللي هي الحاجه التي لا تنجب يعني. uninspired غير ملهم، influential له ضابع تاثيري، و uninfected غير مصاب ما عندوش عدوى يعني. نجيب محفوظ كان influential writer، كان كاتب ذو تاثير. what do you، سؤال في المضارع البسيطه، هو يرشدن اطفالك more than what you say، ايه اللي انت بتعمله ايه للاطفال، اطفالك بقى اكتر من اللي انت بتقوله. ها generates يولد، innovates يبتكر، و influences يؤثر، و competes يتنافس. what you do influences، اللي انت بتعمله بيأثر على اطفالك اكتر من انت بتقوله. يعني مثلا لما عمال تقول ما تكذبش، ما مش عارف قول الحق، انت كده بتقول له صح كده، وتيجي سيادتك بقى حد بيرن على التليفون، مين ده؟ فلان. انت مش طايقه، تقول له نايم. يبقى انت كده عملت ايه؟ قلت له حاجه واديت قدامه حاجه غيرها، ياخد مين فيهم؟ ياخد اللي اتأدت، لان هي اللي شافها قدام عينيه. خلي بالك بيقول في 25 سيلف ايه، في هايفن ان هوا بيقولوا عليها شرطه واصله. سيلف ايه اند امبيشن والطموح ار امبورتنت فاكتورز اوف سكسس، عوامل مهمه في النجاح. سيلف اوورد اللي بيقولوا عليه تكريم الذات، ولا contribution اسهام ذاتي، ولا attitude اللي هو اتجاه ناحيه حاجه معينه، ولا confidence بيقولوا عليها ثقه بالذات، يعني الواحد يكون واثق في نفسه يعني. والطموح دي عوامل مهمه في النجاح. I am taking part in the inter-school football، انا اشارك في البطوله اللي ما بين المدارس اللي لها علاقه بالكوره. competition منافسه، obstacle عائق، court ملعب او محكمه، ولا attitude اتجاه، واحنا قلناها من شويه نزعه اللي بتبقى نزعه يعني ايه، فكره معينه يعني انك انت عندك اتجاه معين ناحيه شيء معين. competition المنافسات بتاعت الكوره بتاعت ايه، كره القدم. all we ask for is كل اللي احنا عايزينه او نطلبه ايه، the كذا of chances among all players، الفرص ما بين كل اللاعبين. ها equality مساواه، stereotype نموذج نمطي، راوند جوله فيميل انثى. equality يعني عايزين مساواه ما بين كل اللاعبين، فرص متساوية يعني. I always، أنا دايما فراغ بدها، some lines of poetry بعض أسطر الشعر، to include in my article علشان أضمنها في المقالات بتاعتي. assume يفترض، stereotype نموذج نمطي، extract يقتبس، وديفاي يتحدى، بيقتبس يعني بيجيب أسطر كده من الشعر يروح إيه حاططها في المقالات. رودينا won our an، رودينا فازت بإيه؟ to the German University، للجامعة الألمانية. inequality عدم المساواة، scholarship منحة دراسية، جونيور اللي هم الناشئين، ورول موديل نموذج يحتذى به، فازت بسكولارشيب منحه دراسيه. اور تيم از الفريق بتاعنا، فرق بعدها ذا فيرست فيفا كلاب وورلد كاب ان 2025، الفريق بتاعنا في اول نادي، اول بطوله للفيفا او كاس الفيفا في العام 2025. جينيريتنج قام بتوليد كذا، انوفيتنج ابتكر كذا، انفلونسنج اثر في، كومبيتنج بمعنى يتنافس، is competing الفريق بتاعنا بيتنافس في كاس الفيفا اللي هيبقى 2025. media has a magical ability to change the، وسائل الاعلام لها قدره سحريه يعني حاجه كده تفوق الخيال زي ما بيقولوا، انها تغير ايه of the public العامه towards different issues تجاه قضايا متباينه. awards اللي هي مكافات رسميه، contributions اسهامات،
attitudes اتجاهات ولا confidence ثقة؟ نقول الجملة على بعضها. Media has a magical ability to change the attitudes اتجاه اللي هو الميل أو النزعة، واحنا قلنا عليها المقصود بها فكرة معينة ناحية شيء معين واتجاهك ناحيته، يعني انت زي ما بنقول ايمانك العقدي بشيء معين، يعني انت مثلا مؤمن باني الستات ما تشتغلش غير في البيت، مؤمن باني مثلا ان نقول ايه مثلا نقول افكار معينة، يعني بتبقى طبعا دي بيبقى بيسموها ميل او اتجاه ناحية شيء معين. To succeed لكي تنجح you need to overcome several، أنت بحاجة إلى أن تتغلب على العديد من every now and then من حين لآخر. Competitions منافسات، obstacles العوائق، courts المحاكم ولا tournaments جولات رياضية بيقولوا عليها بطولات مجمعة، obstacles اللي هي العوائق اللي ممكن تكون قدامك. He intends to، هو ينوي أن، فرغ بعدها in AI، AI اللي هو artificial intelligence اللي هو الذكاء الاصطناعي، as it is a promising field لأنه مجال واعد أو يعني حاجة جديدة طبعا، فكلها الناس بتتوقع انها تبقى واعدة. specialize يتخصص فيه، spark ينشأ، award يكافئ بطريقة رسمية، overcome يتغلب على. specialize عايز يتخصص في مجال artificial intelligence. جملة جديدة بتقول it is a crime to، انه لجريمة ان، فرع بعدها legal authority السلطة الشرعية، especially خصوصا through violence بالعنف. ايه السوم يفترض، stereotype نموذج نمطي، extract يقتبس، defy يتحدى، ودي اجابتنا. These هذه ودي طبعا واضح شكل الجمع، are waiting to train منتظرين التدريب، with the first team مع الفريق الاول، with batted breeze بفارغ الصبر. inequalities عدم المساواة، scholarships منح دراسية، juniors اللي هم الناشئين، role models اللي هي الانماط التي يحتذى بها اللي بيقولوا عليها نموذج يحتذى به. juniors الناشئات دول منتظرين بفارغ الصبر. تو انك انت تعمل كذا is to come up with new ideas، معناها ان انت ان تاتي بافكار جديده. generate يولد، innovate يبتكر، influence يؤثر، وcompete يتنافس. innovate يبتكر، الابتكار هو عباره عن افكار جديده. your encouraging words كلماتك المشجعه، فراغ بعدها my hope الهوب بمعنى امل، to achieve my goals ان انا احقق اهدافي. يا ترى specialize يتخصص ولا spark اللي هي يقصد بها انطلقت شرارة كذا، award مكافأة رسمية، overcome يتغلب على. your encouraging words spark my hope يعني خلت انطلقت شرارة الأمل عنده. generally speaking التحدث بطريقة عامة أو من وجهة نظر عامة أو يعني عموما كده على العموم، كانوا بيتكلم كده بصفة عامة عن شيء معين. perform better الأداء بطريقة أحسن than males in exams اكتر من الايه من الذكور في الامتحانات. طيب equalities المساواة، stereotypes نماذج نمطية، rounds جولات، females ايه اللي هم الاناث. generally speaking بيقول لك ايه عشان نتكلم كده بصفة عامة او يعني عموما، يعني الاناث بيؤدوا بطريقة افضل من الذكور في الامتحانات لان هم طبعا حفيظة بيحفظوا كويس تمام، فحكاية الحفظ دي والاسترجاع دي طبعا ايه عندهم، لان يعني هم عندهم فرصة يقعدوا في البيت اكتر فبيركزوا اكتر، ودي بتديهم ميزة عن الولاد في موضوع الامتحانات تمام. انما ايه الولاد بقى طايرين بقى، يجري على السينما، يجري على الفسحه وما اعرفش ايه، فطبعا ده بيخلي البنات يفوزوا عليهم في الحته دي. اي انا فراغ بعدها يو ار رايت، انا كذا ان انت على صواب. بات وود يو كايندلي ليت مي تشيك، لكن لو سمحت ممكن كده يعني ايه بعطف منك تسيبني اتاكد. السوم معناها يفترض، ستيريوتايب نموذج نمطي، اكستراكت يقتبس، ديفاي يتحدى. اي اسوم انا افترض انت صح، لكن معلش ممكن اتاكد. فراغ في 40 among staff members ما بين اعضاء هيئه العمل، is one of the causes واحد من الاسباب of low productivity للانتاجيه المنخفضه. inequality عدم المساواه، scholarship منحه دراسيه، confidence الثقه، role model نموذج يحتذى به. inequality عدم المساواه ما بين افراد العمل ده للاسف بيؤدي الى انتاجيه سيئه. definitions التعريفات، ودي المرحلة الثالثة من التدريبات، لسه عندنا شباب تدريبات كتير، عندنا الكولوكيشنز والسينونيمز والانتونيمز حاجات كتير جدا لسه جاية إن شاء الله. مرحلة definitions فراغ is a particular position ده عبارة عن وظيفة معينة ومحددة وممكن تكون مكانة higher or lower ماشي than others يا إما أعلى يا إما أقل من الناس كده، ده destination جهة مقصودة، rank رتبة تصنيف يعني، bias التحامل والتحيز، location بمعنى مكان مثلا زي مكان التصوير، rank
ان انا اعمل لك ايه تصنيف معين. harm or injury الاذى او الجرح that results or الذي ينتج عن or may result from او الذي قد ينشا من some actions بعض الافعال or judgment او الحكم is called بنسميه ده بنقول عليه pride اللي هو الفخر peace السلام pyrrhus القرصنه prejudice التحامل والتحيز ضد او مع على فكره الاثنين ينفعوا prejudice او جه فرق بعد ده is a fixed idea هي عباره عن فكره مثبته about what a person فيما يخص شخص ما or thing او شيء ما is like يعني الهيئه اللي هيكون عليها هو عباره عن ايه which is often not true وغالبا بتكون غير حقيقيه in reality في الواقع دي اسمها stereotype اللي بيقولوا عليها نموذج او فكره نمطيه contribution اسهام كورت محكمه تنفع ملعب تنس وcompetition منافسه تقول انك انت تعمل كذا is to successfully finish a training course انك انت تنهي وبنجاح مقرر تدريبي so you can do a job وبالتالي يمكنك ان تقوم باداء وظيفه owner يكرم generate يولد extract يقتبس qualify يعد ويؤهل ودي الاجابه اور ان فراغ بعدها is a competition كذا عباره عن منافسه in which players والتي فيها اللاعبين compete بيتنافسوا against each other ضد بعضهم البعض in a series of games في سلسله من الالعاب او الماتشات until there is one winner لحد ما نوصل لفائز واحد دي اسمها تورنمنت بطولة او دورة مجمعة ليست award مكافأة رسمية ليست راوند جولة واحدة وليست بروجدس يعني مثلا جولة واحدة زي اللي بقول لك الدور ال 16 دور 32 دي اسمها راوند او جاي فرق بعدها is a person young people can look up to and try to be like them كذا عبارة عن شخص الشباب بتطلع اليه ان هم يبقوا زيه ده ليكتشر محاضر فيزيست فيزيائي سبورتس وومن لاعبة رياضة بتبقى ست رول موديل نموذج يحتذى به نحرك الشاشة علشان نشوف بقى الجمل المتبقية في الصفحة دي أو جاء فرق بعدها is something وشيء ما you do أنت بتقوم بفعله to help make something successful عشان تجعل من شيء آخر ناجح إيه stereotype ولا contribution ولا court ولا competition ده كده contribution ده إسهام شيء أنت بتقوم به أو الآن في اللي بعدها is a prize جايزة or symbol أو رمز given to recognize an achievement بيعطى للاعتراف بإنجاز معين ده كده tournament ولا award اللي هي المكافأة الرسمية ولا round ولا prestigious award كلهم ترجمناهم قبل كده شباب أو فرق بعدها is an area made of made for كذا عبارة عن منطقة يتم عملها for playing معمولة للعب made for playing games such as tennis ألعاب ومباريات زي التنس تحديدا يبقى ده كورت ملعب التنس اور ان فرق بعدها از وان اوف ذا بارتس واحد من اجزاء اوف ا كومبيتيشن منافسه ذات يو هاف تو فينيش حتى ما عليك انهائه اور وين او الفوز فيه بيفور يو كان جو قبل ان تذهب اون تو ذا نيكست بارت للجانب للجزء اللي جاي بعده دي اللي هي اسمها راوند بمعنى جوله نتحرك مع مجموعه جديده من التدريبات واللي واخده عنوان collocations او ما يعرف باسم المتلازمات اللفظية ونشوفه بيقول لك فيها confidence helps pioneers confidence اللي هي الثقة helps pioneers بيساعد كلمة pioneers معناها الرائد في مجال حاجة معينة شباب كذا first حاجة اسمها لك achieve first بمعنى يحقق الريادة give معنى حرفي يعطي do معنى حرفي يفعل make معنى حرفي يصنع Many women العديد من النساء وجاء في فراغ بعدها prejudice against women تمام اللي هو التحامل ضد السيدات nowadays في هذه الأيام تبقى الناس دي ايه بقى have ولا defy ولا break down طيب تنفع اقول defy يتحدى تنفع اقول break down يكسر او يتغلب على يبقى كده الإجابتين دول ينفعوا يبقى نقول B و C إجابة صحيحة fans المشجعين are supposed to من المفترض ان هم ايه their star confidence الثقة بتاعت النجوم بتوعهم نط التجزيم ما يهاجمهمش يبقى هنا بقى يعمل ايه بقى؟ جيف يديهم يمنحهم اتشيف ينجز دون معنى حرفي لا يفعل وميك يصنع نقول ايه؟ جيف كونفدنس بمعنى يمنح الثقة. أربعة صلاح طبعا نتكلم عن محمد صلاح صلاح فيزيت تو ذا تشاريتي زيارة الأنبياء محمد صلاح المؤسسة الخيرية اتنشن اتنشن معناها انتباه أو اهتمام تو ذا امبورتانس لأهمية اوف دونيشنز التبرعات تو هيلب for people لمساعدة الناس الفقراء طب نقولها بهنا نقولها بهاد ولا defied ولا brought ولا did عندي حاجة اسمها bring attention bring attention بمعنى
يجذب الانتباه او يشد الانتباه ناحيه كذا شباب. I was the first in my town too. انا كنت اول واحد في المدينه بتاعتي اعمل كذا. The AUC اللي هي American University اللي هي الجامعه الامريكيه من كامباس سكول اوف دراسه او منحه دراسيه. طب هنا ايه؟ When ولا give ولا recognize ولا make win a scholarship بمعنى يفوز بمنحه دراسيه. نحرك الشاشه شويه كمان عشان نخلي الجمله 6 والحد 9 ظاهرين معانا. فريال اشرف مالها بقى جاي فرق بعدها history in 2021 في العام 2021 طوكيو اولمبيكس في بطوله الاولمبيه اللي كانت في طوكيو. give required did made make history بمعنى يصنع التاريخ. يعني يصنع التاريخ يعني عايز اقول لك ايه ان هي حققت انجاز عالي جدا يعني تمام. فلما نقول ان هو make history بمعنى كانه ده شيء كانها عملت ايه عملت تاريخ لنفسها بهذه البطوله او الفوز يعني تمام. طيب نروح للجمله اللي بعدها رقم 7. The impact role models كذا on young people is great. يبقى نقول have an impact on. ايه معنى جملة؟ التأثير اللي للناس النماذج اللي يحتذى بها على الشباب حاجة عظيمة. نروح مع الجملة رقم 8 نظهرها بطريقة أفضل. دكتور زويل، الدكتور زويل الله يرحمه جاي فراغ بعدها civic contributions إسهامات عديدة to science للعلوم and technology والتكنولوجيا. طيب نقول won ولا made ولا recognize ولا did. عندك حاجة اسمها make contributions بمعنى يقدم إسهامات. The activities students الأنشطة اللي الطلبة جاي في فراغ بعدها at school في المدرسة help them بتساعدهم improve their skills ان هم يحسنوا المهارات بتاعتهم. طب نقول give ولا achieve ولا do ولا make. do activities بمعنى يقوم بعمل تدريبات. نتحرك مع عنوان جديد وهو synonyms والantonyms المترادفات والمتضادات وده الميني تيست الثاني. She has made a great contribution قامت بإسهام عظيم to social work العمل الاجتماعي in her neighborhood في الجيرة بتاعتها أو الجوار بتاعتها عايز أقول لك المنطقة بتاعتها يعني المكان اللي هي عايشة فيه. طيب هو عايز كلمة contribution إن هو عايز يعرف السينونيم بتاعها إيه؟ إيه المرادف لكلمة contribution بمعنى إسهام؟ تبقى كده إيه؟ deprivation جاي من deprive. deprive معناها يحرم. هنا ده حرمان. طيب donation هنا عمل التبرع. استيميشن جاي من استيميت بمعنى يقيم او يقدم وعندي ريليشن بمعنى ايه علاقه. طيب هي الكونتريبيوشن هو بقى زي الدونيشن هي ادت ايه يعني اتبرعت بحاجه. نين بيقول لك فيها ايكواليتي المساواه بين من اند وومن ما بين الرجال والنساء ات ورك في العمل از امبورتنت مهم. طيب ذا انتينم اوف ايكواليتي عايز عكس كلمه ايكواليتي اللي هي المساواه عايز عكسها. طيب تبقى ايه؟ ان ايكواليتي دي غلط المصطلح ده اساسا غلط. الصح هو inequality. inequality دي كده صح دي معناها عدم المساواة. prejudice معناها التحامل ضد. طب ما الاثنين دول صح يبقى نروح للاختيار الاخير بيقول لك ايه ان بي وسي اجابات صحيحة. تالتة بيقول لك فيها you cannot defy two armed men لا يمكنك ان تتحدى اثنين مسلحين on your own لوحدك. the word defy يتحدى هنا هو in this sentence can be replaced by يمكن استخدمها ممكن استبدلها بايه resist يقاوم ولا اوبي يطيع ولا جيف اب بمعنى يقلع عن يستسلم يتخلى ولا سرندر زيها زي جيف اب كده. طيب هنقول ايه ريزيست تمام كده يمكن استخدامها بديل لكلمات ديفاي بمعنى يقاوم او يتحدى. سما بيت مي ان تشيس سما بتفوز عليا في الشطرنج. ذيس مينز اي ايه بقى سما ان تشيس انا ايه ون بفوز تريمفد انتصر لوز تو يخسر لصالح هو بيخسر لها بيتهزم لها زي ما بيقولوا ولا جند اكتسب لوست تو هو فاق وبايلة هي فازت وهو اتهزم. I have absolute confidence in what he says انا عندي ثقة مطلقة زي ما بيقولوا فيما يقول. طيب عايز انت انا عايز مضاد كلمة confidence ثقة هو انا في الجملة دي ايه مضاد الثقة؟ trust يثق doubt يشك belief بمعنى اعتقاد reliance اللي هي اعتماد على او اتكال على. ها هنا بقى doubt يبقى الكونفيدنس عكسها doubt. اتحرك مع الجمله رقم 6 بيقول فيها your win has made my day فوزك اسعدني يعني ايه بقى خلاني طيب من الفرح زي ما بيقولوا. the word win هنا بمعنى فوز in this context في النص وده من the gives an antemious
بيديني بقى مضاد لإيه؟ فيكتوري انتصار، تريمف انتصار، لوز يخسر، لص خسارة، يبقى وين ربح فوز، عكسها ايه؟ لص خسارة. نتحرك مع الشاشة ونروح لميني تيست جديد، المرة دي عنوانه expressions تعبيرات، prepositions أحرف جر، و idioms مصطلحات. طيب الجملة الأولى فيه ولا فيها my brother was honored، وجاء فراغ بعدها an award in a science competition. طيب حلو خالص، نقولها بإيه؟ نقولها بof ولا with ولا from ولا at؟ honored with بمعنى تم تكريمه بكذا، أخويا تم تكريمه بمكافأة في منافسة أو مسابقة للعلوم. I named my elder son، وجاء فراغ بعدها his uncle، عايز أقول لك أنا سميت ابني الكبير على اسم إيه؟ عمه أو خاله. They both are called أحمد، هما الاثنين اسمهم أحمد. طيب عندي يا شباب حاجة اسمها name after. name after معناها أنت بتسمي حد على اسم حد تاني قبله. Many young people، العديد من الشباب، look، وجاء فراغ بعدها صلاح as their role model، عايز أقول لك إيه؟ بينظر إليه أو بيتطلع إليه، بتبقى up to، يعني معناها بينظر له نظرة تقدير واحترام ونفسه يبقى زيه. She is remarkable، she is a remarkable Egyptian woman، هي سيدة مصرية يعني زي اقول لك لها سمات ملحوظة يعني او معروفة. طيب هو has broken، كسرت كذا stereotypes اللي هي الفكرة الافكار النمطية، and bridges، والتحامل، demonstrating، مبينة ان that women's place، ان مكانة المرأة in society is important، في المجتمع مهم. طيب هنا بقى ايه بقى مع break دي؟ طبعا هنا هو تصف تالت، نقول down into in out، broken down، broken down بمعنى حطمت او كسرت زي ما بيقول. They have contributed، جاء فراغ بعدها completing the task، they have contributed to بمعنى اسهموا في اتمام المهمة والعمل. نروح مع الميني تيست الاخير اللي بيقول لك clear the confusion، هنوضح بقى اي نوع من انواع اللبس، هنعمل لك ليه عملية توضيح. My father is، جاء فراغ بعدها my brother، طيب اخوي والدي كذا في اخي، طيب ايه؟ takes pride of ولا takes pride in ولا proud ولا proud of؟ خلي بالك من وجود verb to be هنا، يبقى نقول ايه؟ is proud of. عارف لو ما كانش فيه is كنا قلنا takes pride in، زي دي my father، تمام كده my father takes pride in اهي، بمعنى يفخر بي، الاثنين واحدة على فكرة بالمعنى العربي، والدي يفخر باخي ب is proud of، وهنا takes pride in، بس طبعا ما فيش هنا verb to be. طيب اللي بعدها I am proud، بقى انا فخور ايه بقى؟ be a member، ان انا اكون، يبقى I am proud to be، انا فخور انا اكون a member of the national team، واحد من اعضاء الفريق القومي. طيب a teacher's real A is when he is when his or her students reach their goals، طيب ايه الحاجة الحقيقية كذا للمعلم؟ اني لما حد من الطلبة بتوعه يحقق اهدافه، award ولا awarded ولا rewarded ولا reward. A teacher's real reward، المكافأة الحقيقية، طبعا هنا غير رسمية، تمام كده. طيب اللي بعدها a teacher is really، ها نقول ايه بقى؟ rewarded، بيتم مكافأته بطريقة غير رسمية، ماشي، لما الطلبة بتوعه يحققوا اهدافه. طيب محفوظ، اقصد بيها نجيب محفوظ يا شباب، was ايه بقى؟ the Nobel Prize in 1988 was awarded، منح، دايما دي تتقال مع جائزة نوبل. حركة الشاشة شوية كمان عشان الجملة الأخيرة، يقول لك فيها I won، أنا فزت بإيه بقى؟ or an for coming first in sports competition I won an award، أنا فزت بمكافأة.